بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اليوم راح أبدأ بالشابتر الأول، مادة الفانكشنال فود، واللي يتكلمني عن العلم المختص بالسابلمنت والنيوتراسيوتيكلز والفانكشنال فود. فبدالي أولا بمقدمة أو تاريخ اللي هو الفانكشنال فود، فقال لي في وقتنا الحالي العلم المختص بالتغذية صار له تطور، أو أنه صار في اختلاف في المبدأ اللي يستخدم. فقبل كانوا يعتمدون على المبدأ الكلاسيكي أو الشيء الاعتيادي، إن أنا راح أبعد النقص الغذائي اللي يصير، سواء كان من فيتامينات، من معادن، من المواد الأساسية وما إلى ذلك، وإن أنا أحقق الكفاية الأساسية من الأكل. ولكن الآن صار الاتجاه أكثر إلى الصحة المثلى، وإنه يكون الشخص سليم من ناحية الجسمانية، من ناحية الغذائية، من ناحية النفسية، من كل النواحي. فشون أنا أقدر أحقق هالشيء؟ عن طريق أن يصير في أبحاث عشان نتعرف على مواد نشطة من ناحية البيولوجية، على أساس أن هي تفيد جسمي أو تفيدني من ناحية الفيزيائية، وأيضا من ناحية العقلية أو المنتل، أو من ناحية الويلبينج. وأيضا أقدر أستخدمها ك موانع الإصابة بالأمراض. بعدين يقول لي إن في اكتشفوا أكثر من أكل. بالعادة الأشخاص يستهلكون بيومهم مثل الفواكه، الخضروات، الصويا، والهولي جرين، والحليب. فهما شافوا في مواد أو مواد كثيرة منه لها فائدة، أو إن هي تحقق فوائد صحية كثيرة. إنزين، بالإضافة إلى هالأكل اللي هو الشيء اللي بالعادة يأكل الشخص، شافوا أنواع أكل جديدة أقدر أن أنا أطورها، أو أنهم طوروها بحيث أن هي راح تساعد في تحسين، أو أن هي راح تعطيني فوائد أو مواد فيها فائدة، على أساس أني أستخدمها في تعزيز الصحة، وأيضا أنها راح توصلني إلى نتائج فسيولوجية أو من ناحية وظائف الجسم بشكل أفضل. بعدين أعطاني النيوتراسيوتيكلز. النيوتراسيوتيكلز عرفوا على أن هي أي مادة موجودة في الأكل، يعني عندي أكلة بنفسها ممكن أن هي تكون نيوتراسيوتيكلز، أو أن هي فيها مادة نشطة من ناحية البيولوجية تعطيني فائدة، أو تكون لي جزء من الأكل. يعني أنا أمسك فقط مادة واحدة من أكلة فيها عدة مواد نشطة، مثل التمر مثلا فيها أكثر من شيء مفيد، لكن أنا مسكت بشيء واحد اللي هو مثلا أنه يحتوي على مادة نشطة في أن هي تقلل من الألم وما إلى ذلك. إنزين، فلما أنا أستخدمها حق الألم، معناها أنا جالسة أستخدمها بطريقة طبية، على أساس أن يكون في عندي فوائد صحية، وممكن أنا أعتبر الأكل كأداة على أساس أن أنا أبعد، أو أن أنا أشفي الأشخاص من الأمراض بصورة طبيعية، على أساس أن يكون الأثار أو السايد إفكت أقل وما إلى ذلك. وبعدين يقول لي النيوتراسيوتيكلز هي such a product may range the from، أن أنا هالمواد تقدر تدرج لي تحت أربعة أنواع. أول شيء تكون البروسيسد فود، الأكل اللي يكون معالج مثل السيريالز، السوب، والبفرجز. اللي أنا بس أدعم الأكل بالشيء اللي يدعم الصحة، مثلا السيريالز راح أشوف أنها هي مدعمة فيتامين دال، السوب مدعمة فيتامين سي مثلا وما إلى ذلك، أو الأيسوليتد نيوترينتس اللي هو النوع الثاني، اللي هو أن أنا راح أركز على مكمل غذائي أو مادة بروحها. مثلا أنا راح أركز أن الشمندر راح أستخلص من المادة اللي ترفع من الحديد اللي موجود بالدم، بحيث أن أنا أقل أشخاص من فقر الدم. أو تكون النوع الثالث كأعشاب، في عندي أكثر من عشبة معروفة أن هي تسوي فوائد للجسم. وأخيرا الجينيتيكلي انجينيرد فود، والأكلات أو الأصناف اللي تعرضت للهندسة الوراثية. بعدين يقول لي الليتراسيوتيكلز أقدر أعرفها بتعريف آخر، اللي هو الترادشنالي أو الأكل اللي يأخذ بشكل اعتيادي. أنا راح أستخلص هالمادة وحولها إلى صيغ أو أنواع طبية، مثل كبسولات، التابلتس أو بودرة.
وهذه لازم تنوخذ بجرعة معينة عساس ان استخلص منها الفايدة او ان يكون فيها فايدة حق جسم، ما تكون زيادة او ناقصة. وايضا يقول لي ان في عندي ايضا اكل متطور اكثر او انواع فاكشنال فود متطورة اكثر، مثل البروبايوتيك درينكس واليوغرت اللي هو الروبا والمشروب اللي يحتوي على البروبايوتيك اللي هي تحفز البكتيريا اللي في الامعاء عساس ان هي تشتغل، وهذه تكون موجودة في الأوردينري ستورز أو في السوبر ماركت. وبعدين تكلمني عن الفانكشنال فود، قال لي إن المبدأ حق الفانكشنال فود هو انولد أو أصلا ما شفناه إلا عند اليابانيين أول شيء. طيب شلون اكتشفوا هالمبدأ؟ في سنة 1980 أو في الثمانينات الجهات الصحية اللي موجودة في اليابان اكتشفت شيء أو استوعبت شيء، ان الامبروفد كواليتي حق اللايف اللي هو ان حياتهم فيها جودة عالية، انهم بعيدين من الامراض المزمنة وهالاشياء، وايضا ان هم عمرهم او الارقام اللي يصلون فيها في العمر ايضا كبيرة، مثل في اشخاص يصلون الى 100 سنة 120 سنة. انزين فهم اكتشفوا ان سبب هالشيء ان الهيلث كوست were to be controlled، ان هم تحكموا فيها بشكل جيد بحيث ان هم دعموا الزراعة ودعموا المنتجات الطبيعية واكلهم بشكل عام صحي، ما ياخذون اشياء تسبب اي مشكلة لهم وما الى ذلك. وبعدين يقول لي ان الكونسبت حق الاكل اللي هو الفانكشنال فود اساس انهم يدعمون من الصحة حقتهم ويبعدون عن الامراض اللي ممكن ان هي تجي لهم. بعدين قال لي إن مع بداية الاهتمام المنتجات الجديدة اللي طلعت لقت اهتمام، وهالاهتمام وصل إلى أن إحنا أو الجهات تكون مهتمة بأنهم يطورون هالمنتجات بحيث أنهم يحددون ستاندرز أو أشياء يمشي عليها كل الأشخاص اللي ناويين أنهم يستخدمون نفس الاتجاه اللي هو الفانكشنال فود، وايضا يقدمون جايد لاينز اللي هي ارشادات على اساس انهم يسوون بروموشن او وانهم يدعمون ذات فود، انهم يدعمون ان كل ماده انتم ماشيين على نفس الستاندرد، ماشيين على نفس الجايد لاينز، فاوكي راح اضمن ان شغلكم راح يكون تمام ومنظم. بعدين يقول لي ان الفانكشنال فود صار لها تعريف من جهتين، اول شيء الانترناشنال فود انفورميشن كونسل والنيوتريشن بزنس جورنال. فأول شيء عطاني تعريف الانترناشنال فود انفورميشن كونسل، عرفوها على انه هو اصناف اكل او مواد غذائية تكون موجودة في صنف معين ولها فايدة صحية وتكون بيوند البيسك نيوتريشن. البيسك نيوتريشن يعني انا احتاج بيوم ان انا اكل 5 اشياء، احتاج ان اخذ دهون وكربوهيدرات وبروتين واخذ فيتامينات ومعادن، هذا الشيء الأساسي. لكن هل هذه كافية عشان هي تعطيني أو تخليني أعيش بصحة جيدة عساس أسوي النشاطات؟ وعندي التعريف الثاني اللي هو Nutrition Business Journal، عرفوا الفانكشنال فود على أنه هو Food Fortified، يعني يكون الأكل مدعم With Added or Concentrated Ingredient to Functional Level، أنه يكون الأكل نفسه مدعم ولكن صفة التدعيم تختلف، يعني أنا أضيف مادة ويكون يعني تكون تركيبة نفسها، اللهم اني زدت مثلا 5% من هالمادة، او اني اركز على مادة واحدة فيها المنتج واسعى لاخليها الاكثر تركيزا بينهم، واللي راح يساعدني في ان انا اطور صحة الشخص وقدرته على انه يؤدي نشاطات يومه، مثل السبورت درينكس والفورتيفايد سناكس اللي هي سيريالز تكون مدعمة والبيبي فود، وفي عندي اكلات ثانية. زين وعشان أفك النزاع أختصرها أن الفانكشنال فود هو أي أكل موجود بصورة طبيعية، سواء كان فواكه خضروات أو فورتيفايد أو انرشد فود. لو باجي بعطي مثال، الأورنج جوس أو عصير البرتقال هو موجود بصورة طبيعية، أنا شلون أقدر أدعمه؟ يا أني أضيف كاروتينويد زيادة اللي هو المادة اللي أريد موجودة فيه، ولا أنا أضيف كالسيوم. بعدين يقول لي أن الفانكشنال فود تكون لي تضمن لي على هيلث كليمز أو ادعاءات صحية
تكوني موجودة في القائمة اللي تكوني ورا، اللي يتضمن لك كمية الفات، كمية البروتين، كمية الكربوهيدرات وما إلى ذلك. وعطاني مثال، زين، قال لي إن السيريالز هي مصدر غني بالألياف، ولكن عشان أأكد هالشي أنا رحت دورت ستاديز، أو سويت ستاديز مثلا ركزت لي على الألياف. فشو النتيجة؟ إن زيادة محتوى الألياف في دايت الشخص ممكن إنه يقلل خطر إصابته بالسرطانات المختلفة. بعدين يقول لي إن الفانكشنال فود يختلف عن نيوتراسيريكلز. أوكي، مين اللي أكد لي شنو الاختلاف؟ الهيلث كندا. الهيلث كندا إيش قالت؟ قالت إن النيوتراسيريكلز هو أكل أوريدي موجود بصورة طبيعية، لكن أنا راح أخذت المادة الفعالة فيه وسويتها يا على شكل حبوب أو على شكل بودرة، ولكن الفانكشنال فود هو أنا آخذ الأكل الطبيعي بالأكتف كومبوننت حقه. فالنيوتراسيريكلز هو هدفه أنه هو يأكد لي على أن أنا آخذ عن طريق الحبة أو عن طريق البودرة الفايدة الجسمانية، أو أنه هو راح يحميني من الأمراض المزمنة. وهذا يعني أنا ما أحتاج أن آخذ الأكلة مثلا كل يوم كل أسبوع على أساس أن أتأكد، لا عادي آخذ الحبة وخلصنا. بعدين يقول أن الميكانيزم أوف أكشن تختلف وتمشي على سيستم معين. السيستم يقول لي أن نيوتراسيريكلز فاكتور اللي هي المادة اللي تسوي لي الفايدة أنا راح أصنفهم وأحطهم مع بعض regardless الفود سورس، سواء كان نباتي، حيواني، فطري، بكتيري، ما أهتم بالنوع، أهتم بأنه هو أن كلهم اللي حطيتهم مع بعض يعطوني نفس البروفن فسيولوجيكال بروبرتيز أو نفس التصنيف أو نفس الفايدة. بعدين يقول إن الميكانيزم أوف أكشن أو التصنيف اللي أنا راح أمشي عليه هي أنه هو يكون كل هالمصادر تكون أنتي إنفلاماتري اللي هو تقيني من الالتهابات، أنتي أجريجيت تمنع تخثر الدم، أنتي هايبرتنسيف ينقص من ضغط الدم، أنتي هايبر كوليستراميك اللي هو يقلل من الكوليسترول، والأنتي بكتيريال يقيني من الإصابة بالبكتيريا، والأنتي أوكسيدنت اللي هو مضاد أكسدة، وآخر شيء أنتي كارسينوجينيك اللي هو يعطي حماية من العوامل اللي ممكن تجيب كانسر. بعدين يقول لي كمان اللي قال إن أنا لما أصنف نيوتراسيريكال فاكتورز على حسب الكيميكال نيتشر أو طبيعتها الكيميائية، اللي هو إن أنا راح أصنفها على حسب هالأشياء، راح تساعدني في إن أنا أدرج المادة سواء تحت الموليكيولر أو الإليمنتال جروب. وهنا عندي أمثلة. أعطاني أول شيء السبروبينويد أو التروبينويد اللي هي تحتوي على الكاروتينويد اللي موجود اللي فيه أكثر في أكثر الأشياء اللي لونها برتقالي مثل البرتقال والجزر وما إلى ذلك، والتوكوترينول والتوكو فيرولز اللي هي أجزاء من الفيتامين إي. وعطاني ثاني نوع اللي هو الفينوليك كومباوندز اللي هو يحتوي على فليفينولز والأوسف الفينولز والتاني اللي موجود في الشاي. وعندي الأمينو أسيد بيس أو المواد اللي أساسها الوحدة الوظيفية حقت البروتين مثل الفوليت والكولين والإلياس كومباوندز، وعندي الكربوهيدرات ومشتقاتها مثل فيتامين سي أو الأسبرك أسيد والإليغوساكرايدز اللي هو يعتبر نوع من أنواع الكربوهيدرات والفاتي أسيد، يكون لي أوميجا 3 بوليز أنساتوريتد فاتي أسيد أو يكون لي مونو أنساتوريتد فاتي أسيد. وعندي الميكروبيل أو اللي تحتوي على ميكروبات تكون لي يا بروبيوتيك أو بريبيوتيك، وآخر شيء المينرالز مثل كالسيوم، بوتاسيوم، صوديوم وما إلى ذلك. وبعدين تكلمني عن الأريا حق الهيلثيك نيم أو الجهات اللي تأكد لي الهيلثيك نيم أو الدعات الصحية اللي تكون موجودة في المنتجات وشان هي تتنظم. فأول شيء قال لي أن في عندي 3 أنواع من الأورجانيزيشنز أو المنظمات لازم تجتمع مع بعض عشان بالنهاية تطلع لي بهيلث كليم صحيح، اللي هي أكاديمية وعلمية وتنظيمية. لما يشتغلون كلهم ثلاثتهم مع بعض راح يشتغلون فعالية بطريقة أساس أن أنا أنشأ أساس علمي، أساس أني أدعم
الفاكشنال كومبوننت او الاكل اللي يكون موجود فيه. ثاني نقطة يقول لي انا ريجيلاتري فريم ورك، يعني اي اشخاص يشتغلون على تنظيم الهيلث كليم هم هدفهم شيء واحد، انهم يحمون المستهلك من شيئين، من الكليمز او الادعاءات الخاطئة او اللي تفهم بطريقة خاطئة او ما توصل بالشكل الصحيح، واللي راح يرضي الصناعة. واخيرا يقول لي ان انا عشان اوصل فكرة الفانكشنال فود حق الببليك هيلث او حق العامة، انا احتاج من الكونسيومر او من المستهلك شيئين. اول شيء انه هو يكون في عنده فهم كافي حق شنو الفانكشنال فود، شنو المادة، شنو فوائدها وما الى ذلك، وايضا يكون في تكون على مستوى من الثقة بالجهة اللي تسوي الكليم، اللي راح يساعدهم في انهم يحددون الفوائد الصحية والكليمز او الادعاءات. وبعدين كمل لي قال لي ان اليابان هي اللي تقود هالاريا او هالمجال. في سنة 1991 بدأت او تم انشاء الكونسبت حق الفود فور سبيسيفايد هيلث يوز، ان انا استخدم اكل معين على اساس ان انا استفيد، انه يكون له فائدة صحية، مو بس ان انا اكل مجرد الاكل. انزين، وعشان ان انا اعرف الاكل اللي هو يكون سبيسيفايد فور هيلث يوز، لازم انا اخذ ابروفل او اخذ توثيق من وزارة الصحة والويلفيرد، وبعد وهالشي يتم بعد ما انا اقدم بحث كامل متكامل بالفائدة والكميات وما الى ذلك، عساس ادعم الكليم عشان ان تقدر الشخص انه ياخذها او يصير لها كونسبشن في دايت الشخص العادي. وبعدين كمان اللي قال لي في اليوروبيان يونيون او في الوحدة الاوروبية ما في شيء موحد بخصوص الهيلث كليم، او انهم شلون يختارون الهيلث كليم او شنو مواصفاته. فهذا يعني انهم جالسين يشتغلون على المستوى الوطني او في الناشنال ليفل، فواجهوا تحدي في اللي هي الستيت الموجودة في اوروبا، في انهم في نطاق تنظيمهم المفروض ان المسجز او الادعاءات اللي يوصلونها هي ما يكون فيها ان هي تشفي او تقي من مرض معين اللي هي الموجودة بس في الادوية المفروض. فانا مثلا ما اقدر اقول ان هو مثلا عندي الشمندر يساعد على الشفاء من اللي هو فقر الدم مثلا، ما اقدر اكتب هالكليم. اوكي، وايضا يمنع على الاوروبيان ليبلينج ليجستليشن انهم يحطون كمية او الدوز، يعني مثلا انهم لو شربت كوب واحد من عصير الشمندر ممكن انك تنشفي من هالمرض، لا ما يقدرون انهم يحطون هالشيء. هي فقط تساعد في صحة مثلا القلب، تساعد في صحة الدم، تساعد في صحة الدورة الدموية وما الى ذلك. هذا اللي كتبونه، ما يكتبون يشفي. اوكي، وبعدين كمان اللي قال لي مع غياب الاتجاه الواضح او الارشادات او الستاندردز في الهيلث كليم، كل جهة راح تسوت طرق مختلفة واتجاهات مختلفة في انهم يقبلون الليبلز. ولكن في نفس الوقت في عندي اجماع من كل اليوروبيان ستيتس ان لازم الكليم قبل ما انا اقبله لازم يكون في عندي بحث كامل متكامل قوي، من ناحية اللي هو يكون في عندي مثلا انه هو جريد اي او جريد بي او جريد سي اللي هم اقوى انواع اللي هو البحوث، عساس ان انا احمي المستهلك وان انا اطور من اللي هو الصناعة وما الى ذلك. وان انا ايضا راح اشجع الاكاديميك ريسيرش والانوفيشن حق الفود اندستري، يعني بشكل عام هي راح تفيد من كل النواحي. وكملوها الى العقد الماضي. ففي العقد الماضي صار بداية مع السويد صار في عندي مبادرات كثيرة
أنهم يوحدون، ليس يوحدون الأشياء اللي يعتمدون فيها على الهيلث كليم، يعني يكون في عندهم نفس أساسيات القبول، نفس الشروط وما إلى ذلك. وهذه تمت على عدة ستيتس أو عدة دول مثل السويد، هولندا، UK، وآخر شيء الجوينت هيلث كليم إنوفيتيف. طيب، وفي سنة 1993 اليو اس اي أو أمريكا توها تبدأ أن هي تستخدم أو أن هي تسمح لأشخاص أنهم يستخدمون الليبلينج حق الريدكشن أوف ريسك أوف ديزيز، أنهم يحطون أن هالشيء يساعد في أنه يقلل خطر الإصابة بهالمرض. طيب، وبعدين قال لي أن صارت الهيلث كليمز يصير لها تأكيد بناء على اليو اس فود اند دراج ادمنستريشن اللي هي الاف دي اي. انزين، تميدة المبدا ان انت لما تجيب لي مصدر قوي والدراسات تدعم او انه يكون في عندي البحث جيد جدا، انزين، انا راح اقبل الكليم. اما لما يكون ضعيف قليلا او انه هو ما يكون كافي البحث فهو راح يرفض وما الى ذلك. بعدين تكلمني عن مادة اللي هي الجلايكو نيوترينت. الجلايكو نيوترينت هم اكتشفوها قبل 100 سنة، إنزين، وشافوا إن هي تساعد في إن هي تحسن من مناعة الشخص. وأيضا قال لي إن الساينس and medicine has long tried to understand the code by which the cells in the body communicate with one another in order for complex function to occur. هذا مختصرها يقول لي إن اجتمع العلم والطب في إنهم يفهمون العلاقة بين اللي هي المادة اللي هي الجلايكونيوترينت وشنو الخلايا اللي تتفاعل بالجسم على أساس إن هي تعطيني هالوظيفة المعقدة اللي هي إن هي تحمل مناعة بشكل كامل أو إن هي تدعمها. أعطاني مثال، يقول لي إن how does the digestive system أو الجهاز الهضمي يعرف وش اللي هي المكونات اللي هو لازم انه يسوي لها امتصاص ويوديها الى الدم، اوكي، او وش اللي راح يسوي لها اجنور، او وش الخلايا اللي هو لازم انه هو يكسرها، وش اللي لازم انه هو يحميها. فهم لما سووا بحوثهم فكوا شنو الاساس. وآخر شيء يقول لي إن الدور اللي هو يسويه الجلايكونيوترينت لما درسوا الباحثين راحوا سووا كليم أو ادعاء مسبق إن هذا الشيء الأكثر أهمية اللي اكتشفوه في تاريخ الطب كاملا، وهو أيضا السر في إن الشخص يعيش حياة طويلة وصحية. بعدين شنو قال لي؟ قال لي وش الجلايكونيوترينت؟ الجلايكونيوترينت هي مواد أساسها نباتي ولكن هي من الكربوهيدرات وتتصنف من المونو سكرات. وفي عندي أكثر من 200 نوع من الكربوهيدرات أو اللي هم سكريات، بس عندي 8 منهم أساسي حق نشاطات الجسم مثل الزيلوز، تمنا فيها أوز معناها اللي هو أساسها جلوكوز، فركتوز، جلكتوز، جلوكوز، مانوز، وعندي أن أسيتايل جلايكوز أمين، أوكي، يعني هو جلوكوز وأمين. عندي الثاني أن أسيتايل جلاكتوز أمين اللي هو جلاكتوز وأمينو أسيد، والثالث اللي هو الأسيتايل نيوتروميك أسيد. بعدين يقول لي اللي هو هالمواد الثمانية الأساسية اللي هما ذيلو، إنزين، هما يشبكون يا مع بروتين يا مع لبت، او انهم بشكل عام يرتبطون مع مواد ثانيه على اساس انهم يسوون جلايكو فورم او يسوون جلايكو كونجكيتس اللي هي الرابطه اللي راح تسوي لي كوتينج او انها راح تغطي اللي هو السيل سيرفس او سطح الخليه. زين، فلما ترتبط مع البروتين شو يصير؟ اول شيء هم يسوون جلايكو بروتين واللي راح يغطي السطح حق كل خليه موجوده مع النيوكليوس اللي هي النواة في جسم الإنسان، لكن لما ترتبط مع اللبد، إنزين،
تسوي جلايكوليبيد، واللي راح يحسن لي من اللي هو السطح. يعني هذا دوره انه هو يسوي تحسين، وهذا دوره انه هو يبني او يخطي اللي هو السيل سيرفس. بعدين نكمل الجلايكوبروتين، هي تعتبر ذكي، زين، ان هي تعتبر الناس السر على اساس انه يكون في عندي effective cellular communication، انه يكون في عندي نشاط خلوي جيد، انزين، وانها تشتغل الخلية بشكل جيد. يعني هو راح يساعد الخلايا ان هي تتصل مع بعض وتخليها تأدي وظيفتها بشكل جيد. وهذا الكليم او هالفائدة صار لها انشاء من اللي هو the world leading scientific and researchers، انزين. والجلايكونيوترينتس هي انا ما اقدر اصنفها مع اي تصنيف انا اعرفه. يعني لما اجي اصنفها راح اصنف فيتامينات، معادن، الامينو اسيد، احماض اللي هي احماض امينيه وانزيمات، لا، هي تعتبر بخانة ثانية. واي لو بجي ان اعرف الجلايكونيوترينتس، هو سابلمنت، هو مكمل مشتق من نبات. بعدين كمان اللي قال لي الجلايكونيوتريشنال سابلمنت هي صار لها تكوين على أساس فهم الجديد حق البايوكيمستري للجسم، وشون انه هو يشتغل على المستوى الخلوي. والدكاترة واللي هو الجنرال بابليك هما صار في عندهم وعي بشكل متزايد على أهمية فهم هالمادة، وشون هما يقدرون منها انهم يسوون شفاء حق الأندرلاين كوزز حق الديزيزز. يعني هو مثلا شافوا ان في فايدة على ضغط الدم، خلاص هما ياخذون المادة اللي تساعد في تحسين او شفاء ضغط الدم ويسوونها. تساعد مثلا في الكانسر، خذوا المادة وراحوا طبقوها. بعدين عطاني المصادر حق الجلايكونيوترينتس. الجلايكونيوترينتس لها مصادر اساسية ومصادر ثانوية. المصادر الاساسية اخذها من الفنجاي اللي هي الفطريات والسابس والقم والسيدز، والسكندري اللي هي من الجرين والفروت والفيجيتابلز. انزين، ولما اجي اتكلم على مستوى الفطريات او المشروم، هم تم استخدامهم بشكل طبي في اليابان والصين وشافوا نتائج جيدة. ليش؟ لأنهم يحتوون على جلوكوز وجلاكتوز ومانوز، واللي هم يعتبرون كمدعمات حق المناعة. وأيضا شافوا أنهم أنتي تيومر، يقدرون أنهم يثبطون من نشاط الورم، إنزين، وأنهم يسوون سبرس حق الانابروبريت اميون رياكشنز، اللي هو مثلا أنا في عندي اللي هو فيروس ممكن هو يهاجم الجسم، انا لما اخذ اللي هو الجلايكونيوترينت ممكن انا اقلل او ان انا اخلي يوقف هالعملية اللي هو ممكن تخليني يكون في عندي اشياء كثيرة. واللي راح يشتغل كمودياتر حق الاميون فاكشن. طيب ليش المشروم هو اللي شفت انه هو الاكثر استخداما من ناحية الصين واليابان؟ ليش؟ لانه يحتوي على بوليساكرايدز اللي هو السكر المعقد، واللي يحتوي على البيتا جلوكان، وممكن انا اسمي اللينتننت، واللي يعتبر كمحفز حق خلايا الدم البيضاء اساس ان هي تسوي ديمونج حق الانفايدر، ان هي راح تهاجم اللي هي الاجسام الغريبة، وراح تسوي تصفية حق اللي هو كل المواد السامة بالجسم وتتخلص منها. والبيتا جلوكاكانز ايضا شافوا ان هي مفيدة في محاربة السرطان، وان هي راح تسوي تثبيط حق نمو الورم، واللي راح تطول من الفترة اللي يقدر الشخص انه هو يتحمل المرض او اللي هو الكانسر. وايضا راح تساعد في محاربة الالتهابات حق الاشخاص اللي يصير في عندهم تروماتيك انجريز، اللي هو يكون في عندي اصابات بالراس. وايضا راح تساعد الاشخاص اللي ممكن ما يصير في عندهم سبتيك شوك وما الى ذلك. بشكل عام هي جيده في شفاء الامراض اللي هي تكون سببها انفكشن وما الى ذلك. بعدين تكلم لي عن الفواكه والخضروات. يقول لي اول شيء ان الفواكه والخضروات في وقتنا الحالي تحتوي على القليل من الجلايكونيوترينتس،
وتكاد تكون تخلو من الفائدة. ليش؟ هو في عندي أكثر من سبب. يا يعني أنه السبب أن السويل أو التربة اللي هو ينزرع عليها مش غني بالمواد الغذائية، أو أنه هو صار له قطف قبل من هو يخلص اللي هو مدة أنه يأخذ المواد الغذائية وما إلى ذلك، أو أي شيء يكون بسبب الزراعة بسبب التخزين لأيام والأسابيع، أو ممكن أو بيكون بسبب الطبخ لأنه راح يفقد من المواد اللي هي قليلة أصلاً. إنزين، والعمليات الأخرى. إنزين، وأيضا يقول لي الجلايكوبيولوجي شافوا أنه هي أيضا حق البكتيريا اللي موجودة في القولون اللي راح تساعد في أنها تكسر جزيئات البوليسكرايد وتحولها لمونوسكرايد اللي هي الجلايكونيوترينت. مش قلنا أنها هي مونوسكرايد ونوعها مشتق أو مستخلص من النبات. وأيضا إن في وقتنا الحالي الجسمه البكتيريا اللي موجودة تختلف عن الأشخاص اللي كانوا قبل وتكاد تكون أقل فعالية. And that's it.